يسعد صباحكم مشاهدينا، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة بغض النظر عن كل الأشياء اللي ممكن تعكر مزاجكم الصبح، بس أهم شيء الشوارع نوعا ما زينة، صار لها كذا يوم، فهذا أفضل شيء ممكن يخلي الواحد يوصل للدوام وهو مسترخي، هو مستوعب كل الأشياء ويقدر يروح يشتري قهوة على رواق وهيجي شيء، فهذه الخطوات الصحيحة لبداية صباح جيد وممتاز. عموما تحققت، صباح الخير. طبعا انت ذكرتي لكل بعض، خاص راح تصير عندهم اجازه الاربعاء والخميس، ولكن احنا اكيد برنامج صباحكم راح يكون موجود وياكم. يسعد صباحكم مشاهدينا من شاشه اليو تي في، راح نكون معاكم ساعه ونصف فيها كثير من المواضيع المهمه اللي تهم الاسره العراقيه واللي تهم الاشياء اللي قاعده تصير بالبلد، لكن دائما نبتديها باخر واهم الاخبار من فقره عدكم خبر. مشاهدينا، نبدأ أول الأخبار لهذا اليوم من وزارة الداخلية التي أعلنت عن افتتاح جسر الفاضلية المهم الذي يربط بين بغداد وبابل وكربلاء، كما دعت الزائرين المتوجهين من بغداد إلى سلك طريق سيطرة 75 باتجاه الطريق الحولي ومن ثم إلى جسر الفاضلية الحديدي. نعم، وأوضحت الوزارة أن طريق الجمالية خصص لنقل الزائرين العائدين إلى بغداد بالباصات والعجلات الخاصة، لافتة إلى أن هذا الطريق مختصر وسالك ومؤمن ويخفف من حركة الزائرين باتجاه العاصمة. وإلى خبر آخر، أوضح بيان حكومي أن الاتفاقية الموقعة لتطوير مطار بغداد الدولي تتضمن تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار وتمويله وتشغيله وصيانته ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه والارتقاء بخدماته أيضا لتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم. البيان أشار إلى أن هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة اتفاقيات ستعقد مع القطاع الخاص الذي سيأخذ دور الشريك في تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في العراق ضمن رؤية اقتصادية تمتد إلى عام 2030 تعزز من البنى التحتية التي يحتاجها النماء المستدام للاقتصاد العراقي. خبر كان حلو بس كان المفروض صراحة من زمان يكون، لأن مطار بغداد مطار مهم، وأكيد مثل ما احنا نروح ونشوف دائما عندنا هواية تعليقات دائما تصير على هواية أشياء موجودة داخل المطار، خصوصا أنه هو هذا الواجهة للبلد، كثير من الناس أكيد أول ما يجون يشوفون المطار وخدماته، فإحنا دائما احنا قبل كنا افضل المطارات، اليوم مع الاسف وصل لهذا الحال، احنا اكيد نتمنى انه ما يبقى هذا الحال. ديما هو النظره الاولى لكل زائر، هو البدايه دائما عن البلد يمكن باكمله، دائما نكون بالمطار مثل ما احنا نسافر لما ننزل بالمطارات، دائما نعرف انطباع البلد او ممكن تطور البلد من المطار الخاص بهذا مطار البلد. مطار وخدمات كذلك. بالضبط، واحنا نتمنى ممكن حتى هذا الموضوع يشمل الشوارع المحيطه بالمطار، طريق المطار جدا مهم، واكيد نتمنى انه يتعزز اكثر بعوامل السلامة. وموضوع انه فتحوا المجال للسيارات انها اوريدي تدخل، هذا موضوع مهم حلو، لانه صراحه هم يترتب عليه بعض الأمور الناس شوي تكون مزعوجة منه، نتمنى أنه يوصل الموضوع حتى الناس اللي راح تطلع من المطار هم يفتح لهم الطريق والناس فعلا تقدر تروح تاخذ أهله، وهذا يمكن أبسط الحقوق. أبسط الحقوق أكيد، وإحنا راح نكون مترقبين لكل النتائج اللي راح تكون خاصة بمطار بغداد. مشاهدينا، من مطار بغداد إلى وزارة التربية، حيث وجه وزير التربية إبراهيم نامس مديري مدارس المتفوقين والمتفوقات في المحافظات باستيعاب كافة الطلبة المؤهلين في الاختبار الخاصة وإن كانت فوق الطاقة الاستيعابية للعام الدراسي الجديد. نعم، في الأثناء أعلنت وزارة التربية عن ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي، وشملت الضوابط منع انتقال طلبة الصفين الثالث متوسط والسادس إعدادي من الدراسة الصباحية للمسائية، وإيقاف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية بعد تاريخ 30 من شهر تشرين الثاني من كل عام. و
وفي آخر الأخبار لهذا اليوم، أعلنت محافظة الديوانية أن الشركة الصينية باشرت بتسليم المدارس المنجزة ضمن المشروع الوطني للأبنية المدرسية، فيما أشارت إلى أن العقد الموقع مع الشركة يقضي بإنشاء 61 مدرسة بالمحافظة موزعة على مركز المحافظة في الأقضية والنواحي. نعم، وأوضحت المحافظة أن الشركة الصينية سلمت مدرسة نموذجية واحدة، فيما سيتم تسليم مدرستين نهاية الشهر الحالي إلى مديرية تربية المحافظة، مبينة أن هناك 15 مدرسة سوف يبدأ العمل بها ويتم تسليمها تدريجيا لمديرية التربية وتدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد. ومن آخر الأخبار مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية، خلونا نشوف شنو أسعار الصرف اليوم وأيضا سعر الذهب. مشاهدينا إلى نشرة الطقس، راح نشوف ونتابع آخر تطورات درجات الحرارة. إذن نشرة الطقس، مشاهدينا من الطقس إلى حركة المرور اللي مثل ما ذكرت في بداية الحلقة صار لها كذا يوم، هي جدا ممتعة وحلوة واللي عنده مشاوير خلي يقضيها. خلونا نشوف حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد. مشاهدينا، يحتاج الأهل مكان مخصص لأطفالهم من أجل أنه ينعموا بخدمة الأمراء مثل أمراء وأميرات ديزني اللي شاهدوهم في التلفاز. وفي عالم ديزني كحال الشباب، يحتاج الأطفال إلى مراكز تهتم بصحتهم وعنايتهم. هذا الأمر حققته مريم اللي أسست مركز خاص لخدمة الأطفال حتى اللي هم حديثي الولادة. طبعا كل هذا المركز يقدم لزبائنا صغار أكيد أشياء حلوة، أشياء يمكن جديدة، ويعتبر الآية الأول من نوعها في العراق. لذلك زميلتنا شكران أخذتنا بجولة، خلينا نتابع. مرحبا، كنا نحب ندلل نفسنا ونحصل على أجمل الخدمات. زين شنو رأيكم إذا كان أكو مكان مخصص لأطفالنا يدللهم من أول ما يجون لحد ما يطلعون، ويقدم لهم خدمة الأمراء من جاكوزي إلى مساج إلى قصوة تسريحات الشعر، سواء كان الطفل ولد أو بنية. حتى تعرفون تفاصيل أكثر تستمتعون ويانا، رافقونا نهاية التقرير. أول شيء، أنا اسمي مريم الياس، أنا بنية عراقية، حالي حال أي بنية اشتغلت
بمدة 7 سنوات وأكثر بمجال آخر بمهنة أخرى، وبعد 7 سنين صارت عندي رغبة أنه أغير شغلي بس بطريقة تكون مدروسة، بطريقة تكون إلها فائدة إلي وللآخرين ولكل الناس اللي ممكن يعني يكون أكو مشروع بفائدة مو بس فائدة تجارية. دائما كان أكو هذا الحلم الجانبي اللي هو بعد ما أكمل كل هذه السنوات رح يكون هذا مشروعي، رح يكون هذا الهدف اللي أحققه، وهو مكان للأطفال، سبا للأطفال. يعني إحنا هاي الفئة العمرية اللي نستهدفها من أول شهر بحياته لحد ما يوصل 3 سنوات أو يوصل 11-12 سنة، كل الخدمات المتاحة لهم هي مطاعم أو مولات تجارية أو أماكن للعب، بس مو بطريقة تكون تقدم المتعة للطفل وبنفس الوقت تكون بها فائدة إليه. يعني مثلا عندك الجاكوزي للأطفال والمساج، هي مو شي بذخ يسووا الأهل لأطفالهم، لا، هي بها فائدة صحية إضافة إلى فائدة الاستمتاع للطفل بهذا العمر من أول شهر بحياته. يعني ممكن الطفل يجي يستمتع هو بنفس الوقت يقوي عضلاته، يقوي الرئة مالته، المفاصل، الأربطة. هاي راح تجنب الأم مرحلة إنه تعاني ويا الطفل مدى تعرف إيش بيه. أكو خدمة إحنا همينا يعني استحدثناها جديد من بعد 3 أشهر بهذا المكان، البنات من عمر 2 إلى 3 إلى عمر 10 سنوات مفقودة عندهم إنه يستمتعون بما يناسب عمرهم. مثلا البنية تريد تسوي أشياء مثل أمها بس مثلا الصالونات العادية ما تناسبها، ما تناسب عمرها ولا المواد اللي بيها تناسب أصلا يعني تكوينها كبنية صغيرة. أكو هسه خدمة هي إحنا سميناها خدمة الأميرات، تجي البنية أي أميرة من أميرات ديزني تحلم إنه هي تكون، إحنا نحولها لهذه الأميرة خلال ساعة أو ساعتين وتكون مفاجأة إلها. يعني هي ما تشوف نفسها طول هاي الخدمة، إحنا بالأخير نفاجئها. فأعتقد هاي الخدمة يعني هي ما كانت موجودة إلا تروحين الديزني، فهسه البنات يعني موجودة إلهم هاي الخدمة يعني حلو نشوف اليوم أكو هيك أشياء وأكو بدايات. اللي هذا طبعا أكيد إحنا دائما نقول إنه أي شاب عنده موهبة أو كذلك عنده يمكن شيء هو حاب إنه يحققه ماكو شيء صعب. أكو مثل أبسط مريم قدرت إنه هي تحقق حلمها ويكون لها مكان مخصص للأطفال، وهالشيء حلو إنه البقية قد إحنا قبل يمكن سوينا تصوير الأطفال كان هم كذلك. فعلًا ديما، ولو قد ما كثرت المشاريع تبقى المشاريع المهمة هي تكون بالعادة للاهتمام أو العناية بالأطفال بمختلف صحيح. أنواعها. صح مريم قدمت لنا فكرة حلوة وفكرة يمكن هي ما موجودة هواية، بس يعني أعتقد الأطفال هم من أكثر الفئات اللي صاروا يحتاجون عناية حالهم حال الكبار. فإحنا نتمنى كل التوفيق لكل الشباب اللي يقدمون مشاريع وأفكار حلوة. مشاهدينا صباحنا هسه بدأ، فقراتنا مليئة بالمواضيع الحلوة، أكيد راح نروح فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا انتهى شهر آب ودخلنا الثلث الأول من أيلول، ولا تزال درجات الحرارة عالية رغم انخفاضها نسبيا عن الأيام السابقة، لكن استمرار هذا الارتفاع يؤشر إلى حجم التغير المناخي الحاصل في أجواء البلاد ولعدة أسباب أبرزها يمكن تكون قلة الأشجار والبساتين. لهذا يجب أن نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع المهم في حياتنا ونستثمر الوقت لزراعة الأشجار المناسبة. سابقاً وإحنا نمشي بالشوارع دائماً نشوف أكو أشجار ببعض الشوارع الحلوة اللي تعودنا أن نشوف بها الأشجار ببغداد وحتى على الأرصفة، لكن بالفترات الأخيرة مع التغير المناخي للأسف ومع عوامل التغير المناخي اللي صارت مع أعمال التأهيل اللي تصير للشوارع، صرنا نشوف للأسف الشديد أكو بعض من حالات قطع الأشجار الحلوة والمهمة وتحديداً حتى الظلية. لكن أكيد هذا الموضوع راح تصير له تأثيرات كلش هواية على البيئة وعلى الشارع الواحد، وإحنا بطبيعتنا يعني عندنا نوع من البيئة اللي تحمل الأشجار الظلية، لذلك إحنا اليوم بأمس الحاجة اللي ممكن أنه هي تساهم بالتغير المناخي وتحاول أنه تقدم لنا يعني كميات حلوة ومهمة من
الأكسجين. صحيح آية، احنا نتكلم على طبعا أكيد على كل العراق وكل المحافظات، ولكن تحديدا خلينا نتكلم عن الجزرات الوسطية. هي يمكن تكون هناك أشجار مزروعة لكن دون فائدة، ما قاعد نحصل منها على الظل، أو حتى أنها يمكن تكون قادرة على مواجهة الحرارة أو العواصف الترابية. لذلك احنا نريد نعرف شنو أنواع الأشجار اللي يمكن أنه هي تواجه هذا التغيير المناخي، مع ضيفتنا المرشدة الزراعية نداء عبد الوهاب. يسعد صباحك ست نداء. أهلا وسهلا بك ست نداء. صباح الخير. صباح الورد. بداية يمكن احنا قاعد نتكلم عن الأشجار. نعم. اكو شغلة لازم انا ابتدي بيها. نعم. سابقا كنا نشوف الأشجار اللي موجودة أشجار مثمرة. نعم. أشجار بها فواكه وأشجار كثيرة. نعم. مو فقط للزينة. نعم. اليوم احنا اكو ظاهرة جدا صراحة، يمكن حتى اللي قاعد يزرعون يزرعون صح أشجار، ولكن نعم. ما منها هذه الفائدة. ماكو فائدة. فخلينا نتكلم اليوم بالبداية عن أنواع نعم. الأشجار اللي احنا محتاجينها نعم. للفائدة، وهي أساسا تتحمل المناخ العراقي نعم. ويكون منها مردود مو فقط ثمار ولكن حتى على الجو. نعم. طبعا الصيف مر بينا فبطش من غاب الشجر، يعني لأن الشجر عندنا هي الشجرة رمز الحياة يعني. فانه الاشجار اللي توفر الظلال نعم. هي احنا اللي نحتاجها في شوارعنا، ولكن هي مزروعه بشكل عشوائي وما تنطي الظل الصحيح للماره، يعني اللي هم دا يعانون من الشمس والحار والهواء السموم يعني. صحيح. فعندنا الاشجار اللي طبعا لكل مكان، الجزره الوسطيه تحتاج اشجار نوع معين، الجوانب الشوارع تحتاج الى نوع معين من الاشجار، وكلها متوفره. وهوايه عندنا من الاشجار اللي تتحمل اجواءنا المتطرفه صيف وشتاء يعني. نعم. اذا نريد نعم. نسولف على انواع الشوارع مثل ما ذكرتي انه نعم. كل نوع شارع له نوعيه من نعم. الاشجار، ايش قد خلينا نتحدث على تاثير نعم. الاشجار الظليه، وايش قد هي تاثر نعم. على الجو بشكل عام، يعني نعم. احنا لامسين النتائج بشكل واقع وحقيقي. خلينا نمشي نعم. مثلا هسه اقرب شيء نعم. ممكن شارع ابو نؤاس الطقس نعم. بيه مختلف يكون. أكيد. والشمس تكون باقل، وعندنا هواي ممكن مناطق تشبه هذا الوضع. فايش قد تاثر، خلينا نتحدث بشكل يعني بمعلوماتكم الخاصه انتم نعم. كاخصائيين زراعيين نعم. طبعا الشجره الوحده أو مجموعة أشجار نعم. تقلل هبوب الرياح الحارة، تقلل من الغبار أو تصد الأتربة. طبعا هي مصدات رياح يعني بالدرجة الأولى. الغبار المنطقة اللي بيها أشجار تقل نسبة الغبار بيها 75% عن منطقة الجرداء. فيعني هذا فد نسبة كلش كبيرة يعني نعم. ما نستهين بها. صحيح. نعم. ثانيا توفر التربة، أقول يعني الشجرة توفر لك يعني هواء بارد نقي. صح. احنا هذا أيضا ما موجود طبعا، يعني وتقلل من نسبة الوقود أو التكييف ببيوتنا يعني. لو توفرت الأشجار حتى لو حول بيوتنا احنا يعني، يعني تقلل 50% من استخدام الطاقة هذه. نعم. يعني فهاي هم مسألة ما نستهين بها. صحيح. وهاي كليتها احنا دا نعاني من عدها يعني. أكيد. سيدنا نعم. احنا قاعد نتكلم اليوم عن الأشجار وين ممكنها تكون. نعم. مع الأسف اكو شغلة احنا لازم نتطرق عليها اليوم. نعم. الأشجار اللي قاعد تنوضع بالجزرات الوسطية او نعم. بالشوارع هاي نعم. ما تجي بشكل عبثي او عشوائي. أكيد. أكيد. لازم يتم نعم. دراستها. اذا نعم. اليوم وين المشكلة؟ نعم. انه اكو أشجار بالجزرة الوسطية هي ما المفروض تكون موجودة. بالضبط. اي نعم. يعني أول شيء شنو الأشجار المفروض تكون موجودة حاليا بالجزرة الوسطية؟ الجزرة الوسطية لازم تكون الأشجار أولا ما تأثر على المارة، على الشوارع، جوانب الشوارع، لأن يعني حتى ما تأثر على مرور السيارات يعني. فتكون يعني غالبا احنا نقوم بتجديبها. زين. فهي اولا هاي الاشجار يعني طبعا هوايه اكو منها السرو اللي هو انعدم ببغداد يعني، واللي كان كلش هوايه ببغداد. شنو يعني هذا السرو؟ يكون شجره مخروطيه. أه. فصير عدله يعني. هاي اذا موجوده يعني هي صح ما راح تكون ظل، لكن هي مناسبه للجزرة، جماليه الجزر الوسطيه. اضافه الى انه المسافات ما حد يحسبها. صح.
زين مسافات يعني اقل شيء مسافه من 5 متر الى 8 متر المفروض بين شجره واخرى. نعم. احنا اكو اشجار مثلا الالبيزيا صح راح بيها تاج كلش يعني عريض، ولكن احنا ممكن نشذبها وتطي ظل وتطي يعني ازهارها بيها عطور وتطي بروده كلش يعني، وشجره ناجحه جدا بالعراق يعني. وللاسف من ضمن الاشياء السلبيه اللي احنا نشوفها دائما يتم اللجوء ب يعني الزراعه بالجزرات الوسطيه، اول شيء يتم التفكير به صراحه هي النخله او نخله التمر. نعم. للاسف. نعم. صرنا نشوفها حتى بالحدائق. نعم. الجديده اللي تصير حاليا. بالضبط. عندنا خير نموذج بعد التاهيل. نعم. اللي صار حديقه ساحه التحرير اللي تحت النصب. نعم. للاسف شفنا بيها اشجار اللي هي تخص يعني التمر، كان نعم. من المفترض انه يتم استبدالها ب يعني شجرات أشجار. تقدم الظل والاكسجين. نعم. ايش قد مهم انه احنا نعرف نخله التمر انه وين تكون. نعم. وين المكان المناسب لها انه تكون موجوده. نعم. طبعا هي يعني ممكن واحد يخليها بالجزره الوسطيه، ولكن يعني هي غير مفيدة أولا يعني كمصدر رياح صفر يعني. ثانيا هي لامتصاص التلوث مع عوادم السيارات أقل من الشجرة. بطيئة النمو، مو مثل الشجرة يعني الأشجار سريعة النمو. إحنا اللي نحن نختارها للجزرات الوسطية عادة تكون يعني بها مواصفات سريعة النمو، بها تاج عريض يعني يوفر ظل، ثانيا تصد الرياح. النخلة ما توفر هذا الأمر. المشكلة صحيح. بجذور الأشجار اللي أنت تتحدثين. نعم. عنها تتحدثين على أشجار كبيرة وعملاقة تقدم. نعم. ظل يمكن على السايدية. نعم. بالتالي هي راح تحتاج مساحة تحت الأرض لامتداد جذورها. نعم. إحنا نتحدث. نعم. والمشكلة اليوم أنه. نعم. الجزرات الوسطية أساساً تقل مساحتها هي هاي المشكلة. نعم. المشكلة أنه الجزرة الوسطية متى تتناسب عرضها ويا الأشجار اللي تنزرع. مو فقط الجزرة الوسطية بتسوي حوادث يعني. مو فقط الجزرة الوسطية. نعم. نشوف حتى بالحدائق كثير من الأشخاص. تمام. لمجرد جمالية النبتة يتم. نعم. زراعتها وهي. نعم. راح تضر المبنى. تمام. بشكل كامل. تمام. خلينا نتكلم على نقطة جدا مهمة. اليوم احنا دائما نسمع الحزام الأخضر حول المدن أو غيرها. نعم. بس خلينا نعرف أنه هل الأشجار اللي تكون حول المدن هي نفسها الأشجار اللي تكون داخلها، أو هناك بعض الأشجار لها خصائص معينة هي التي يجب زراعتها حول المدن. نعم. خصوصا بعد أكيد اللي رئيس الوزراء اللي قال أنه هناك راح تكون 5 مليون شجرة راح تكون موجودة ومزروعة. نعم. فبالتالي احنا حريصين على نوع الأشجار اللي تنزرع. نعم. وأين تنزرع. نعم. يعني طبعا احنا اذا نريد نزرع بغداد بغداد لنا مليار شجره. صحيح. هو يلا نوفر ونعوض يعني. هو اكو بدايات واكو بادرات. نعم. ولكن احنا. نعم. خلينا اقلها من يتم. نعم. زراعتها. نعم. يتم زراعه النوع الصحيح بالمكان الصحيح. بالضبط. الاشجار اللي تنزرع على يعني كاحزمه خضراء. نعم. اولا تتوفر انه هي تتحمل العطش. هاي اولا. ثانيا سريعه النمو. ثالثا انه توفر مجال واسع من الظلال. فهي هاي اهم شيء يعني تكون كبيره لصد الهم الاتربه طبعا. وتكون دائمه الخضره. لان في شنو هاي شنو الانواع اللي ممكن تكون بها هذه المواصفات من النباتات؟ شوفي اكو شجره هسه دا يزرعوها بداخل المدن وهي كلش خطره اللي هي كونوكاربس. هذه هي اللي هي بها هاي الاصفر مو له. لا لا هاي الشجره يعني هي اثبتت انه هي يعني هاي اللي تاثر على البنى التحتيه. كالبنى الخدميه يعني مالتنا. فاحنا المشكله انه دا تنزرع اكثر يعني. نعم. يعني شلون تاثر؟ جذورها تمتد يعني جذورها. تمتد على مسافات يعني وليفيه وتتلف على المواسير وتتكسر يعني، فهذا تضر بالخدمات يعني. نعم. كلش. هذه ممكن نزرعها خارج المدن احنا. اها. هذه تكون مناسبة لان هي تتحمل العطش جدا جدا يعني، بس مجرد اول فتره انه نعتني بها ونتركها هي راح تاخذ تمتد لي جوا يعني جذورها وتمتص المياه اللي تحتاجها. طيب شنو الاشجار اللي اساسا البيئه العراقيه هي معروفه بها او مشهوره بها؟ نعم. شنو انواع الاشجار اللي احنا اساسا عندنا يعني؟ نعم. هسه كل بلد من نروح له يمكن نشوف نوعية. نعم. أشجار موجودة بكل مكان. نعم نعم. مثلا هسه بلاد الشام معروفين عندهم هذا نوعية الشجر اللي تكون بشكل مخروطي مثل ما أنت ذكرتي. الصنوبريات. نعم. قليل. بالضبط. والسرو. نعم نعم. بالضبط. نعم. فشنو المناسب إحنا لنا أساسا؟ طبعا إحنا عندنا أشجار على مد السنين. عندنا نخلة التمر طبعا. أي طبعا. أي نعم. عندنا الألبيزيا طبعا شجرة يعني
ما تتعوض هاي الألبيزيا، توفر كل شيء توفر يعني، رغم أنه هي تجرد في وقت بسيط بس تكون طالعة الأخضر الأوراق الخضر. والألبيزيا عندك ترميناليا هسه طبعا أثبتتها نجاحها جدا، وهو يسموها اللوز الهندي يعني. هذه موجودة أيضا عندك في كسر الجوزة ايضا تتحمل خضره، يعني كلها دا احكي لك انه الاشجار المثمره تتحملها. احنا عندنا قبل كنا نشوف بالشوارع، لا مو بالشوارع، انا اتكلم بالبيوت هم بالبيوت طبعا. احنا شنو ممكن طبعاً نزرع طبعاً لان طبعاً. هاي صراحه احنا قبل اللي يعني ميز حدائق الحديقه العراقيه يعني، اي ما هو أي نعم. هذا اللي اريد اقوله يعني هسه بعيدا عن ماكو اصلا صارت حدائق يعني هاي مشكله نعم. واحنا قبل يمكن حتى مع حضرتك كان عندنا نعم. لقاء انه شو ممكن نستثمر ونسوي حديقه داخل المنزل او نعم. خارج بالاسطح، هذا كله اكيد احنا تحدثنا به. ولكن خلينا نتكلم اليوم احنا كبيوت واكو نعم. اكو حدائق نعم. ليش ما قاعد نشوف التين؟ ليش ما قاعد نشوف العنب؟ ليش ما قاعد نشوف نعم. النارنج؟ اكو هوايه يعني التركي الحياه تتغيرت، الرمان ايضا يعني الحياه هاي تتغيرت، الناس اصبحت البيوت فارغه يعني صحيح. حتى ماكو احد عندنا مجال يعتني بالحديقه فتشوفين هسه يعني حتى احنا يعني صراحه انا هم قاعده اعاني من هذا الموضوع. احنا عندنا حديقه نعم. ما نعرف احنا هواي نهتم بها، فاكو مختصين نعم. المختصين تمام. ما يجون من الانترنت يعني انا يعني مثلا انا عندي حتى موقع مثلا يسالوني واجاوبهم ويعني اي واحد صح. يعني فاحنا يعني حاضرين للمساعده، هوايه من الزراعيين يعني حاضرين للمساعده. تستغنون بها عن الفلاح وعن عن المساعده وبالحديث نعم. عنها احنا نتكلم اليوم احنا 43 مليون نسمه يعني ما شاء الله نعم. نعم. لو كل شخص شجرة. ما شجرة. هم كان صار عندنا وقدرنا انه احنا يعني تمام. نرفع بالوعي اكثر ونرفع بهذا الموضوع يعني. اليوم كعدد سكان ايش قد تقريبا احنا محتاجين باشجار يعني؟ تشوفي انه كل شجره واحده تكفي 4 اشخاص مدهم بالاكسجين خلال يوم كامل. فانت يعني اللي يزرع شجره حيحصل الاكسجين مالته يعني على عدد والشجره يعني الاشجار حتى بالسنادين يعني تنشا يعني تنمو يعني من نعتني بيها، واكو حتى لو ما تعتني بيها بس تعطيها مي وهي تمشي يعني. بس اكو شويه كسل يعني عندنا كسل يعني. بالضبط هي. مع هذا احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار المكان وهذا شنو راح نزرع به. احنا نعم. عندنا مشكله انه الاماكن الفارغه حتى على الحدائق المنزليه او يمكن جنب بالحدائق نعم. انه انا وحده من الناس صراحه بزرعنا يعني قريب من بيتنا شجره كانت جذورها جدا كبيره وضخمه بلشت تسوي لنا مشاكل طبعاً. فاضطرينا انه نقلعها صح. فهذه الملاحظه جدا هي مهمه انه تمام. الشخص لما يريد يزرع اذا كانوا المزارعين اذا كانوا الافراد لازم نعم. يهتمون هذه المساحه شنو يناسبها لازم يهتمون بالضبط. هذا هي اكو طبعا اشجار كبيره، اكو شجيرات نعم. الشجيرات هذه ممكن احنا نزرعها بالبيت يعني، ودائمه الخضره مزهره تقريبا طول السنه يعني وما عدا المتسلقات اللي يعني ايضا يعني الجهنميه موجوده الياسمين الاحمر صيف شتاء تشوفيها مزهره. كنا نشوف البيوت العراقيه دائما قمرياتها القمريات والعنب ورق العنب يعني اي. صراحه هذا اختفت هاي المناظر يعني فعلا على الاسف ما نشوفها. اذا نريد نرجع هاي المناظر انا بدي استثمر وجودك اليوم ويانا نعم. وانا واحده من الناس اذا نريد نزرع مثلا اشجار نعم. مثمره نعم. شنو هو الوقت الصحيح لزراعتها نعم. وعلى مود انه بعدين مثلا ننتظر شلون طريقه العنايه بها؟ نعم احنا طبعا ننتظر دائما الزراعين 15/9 لان يبدي الجو بالليل يتغير يعني مو عن مود بس النهار وانما اهم شيء عندنا الليل يعني انه يتغير الجو نبدي نزرع يعني كل شيء تقدرين تزرعين بهذا الوقت يعني نقدر نقول احنا هسه لقائنا كان وقته ومحله لانه قريبا جدا يقدرون اي احد بالضبط. يبدا نعم. يغير هي او يزرع تبدي 9 يعني بشهر 9 منتصف 15/9 نبدي نزرع الموسميات وطبعا اكو يسبقونا شنو الموسميات الموسميات الصيفيه وحتى الشتويه والشتويه وكل يعني شنو شيء افضل يعني. مثلا نريد نزرع اشجار مثمره نعم بالبيت او باي نعم. مكان شنو هي الاشجار الافضل اللي احنا نبتدي حاليا مثلا بزراعتها نعم. طبعا اي شجره تقدرين هسه تزرعين بالشهر 9 يعني بنص التاسع والمشات الموفره جاهزه هسه الاشجار موجوده تجين تزرعين اي نوع اشجار هسه تقدرين تزرعي بالشهر 9 يعني لان احنا ما شاء الله عندنا الخريف اجمل يعني فصل هو والشتاء بس احنا بس عندنا شهرين بالسنه متعبه جدا يعني صح. فنقدر احنا ذكرتي المشاتل اليوم ما
واحنا ما نمر بالمشاتل نشوف اشجار جميله وطريقه صناعتها وعملها صح، تحسين انه بيها تدخل بشري بيها جداً. هي قصدي هاي اللي تكون اللي بيها البونساي. اي نعم، فشنو هاي؟ هل هي مفيده بالبيت ولا هي مجرد طبعا يعني هي كجماليه اولا. أي. هاي اولا. ثانيا الانواع اللي احنا مثلا الفيكس غالبا هي نوع من الفيكس طبعا اللي دي يسووها هي ال اي حتى سو حتى اكو فيديو انتشر اكو كرسي يعني صار كانه ما كرسي هي داخل هاي تشكيل هذا واحد. أي. هذا يعني يطلقون عليه التوبيري بس هذه لا البونساي. البونساي هي انه احنا نربي الشجره نقزمها تقزيم الشجره. هاي التقزيم طبعا اجراءاته هوايه واكو حتى مواد كيميائيه للتقزيم يعني واكو عمل احنا يعني احنا نقوم به انه كل فتره نشدب الجذور بالمواسم يعني بموسم البرد نشيل الشجره نقص الجذور مالتها ونبدي نسلك يعني الساق مالتها بالطريقه اللي نريدها احنا. هي عمليه مو سهله طبعا صحيح. لكن حلوه وتستحق واحد يتعلمها. مع هذا اكو ناس اليوم صراحه لها شويه واهس نوعا ما تحديدا بالعنايه اللي تكون بالنباتات الداخليه. نعم. اكو ناس عندها شويه مزاج انه تعتني بالنباتات الداخليه. خلينا نرجع للنباتات الخارجيه اليوم، شنو النباتات اللي تكون هي مناسبه للحدائق؟ نعم. داخل ممكن المنزل وحتى المتنزهات اللي تكون هي يعني ممكن انه يكون بها زيارات من عامة الناس. نعم. شنو افضل الانواع اللي ممكن برايك انه انت ترشحيها؟ طبعا موجوده هواية اشجار واكو اشجار واكو يعني شجيرات زار متنزه، يعني معناه نقدر نزرع كل انواع الغطاء يعني النباتي كل الانواع يعني من الاسجه النباتيه طبعا. عندنا الياس، عندنا الدورانتا، عندنا الكاريزا، يعني هاي نباتات ظلية يعني هي مو ظلية هي أسيجة نباتية. أما الظل قصدك تسوي ظلال ظلية أكيد طبعاً. طبعا أشجار هواية عندك، الترميناليا عندك، الأكاسيا أنواع الأكاسيا موجود، الألبيزيا أكو، الفيكس ريليجوزا، يعني عن من كلش كلش هواية. من اللي ذكرتي أنا دائما أفضل الياس كلش أحب. طبعا الياس هم سمة الحديقة. أيه. العراقية يعني أو البغدادية بالحقيقة يعني. قبل ما نختم أكو سؤال أخير اللي هو أهمية مراعاة الظل والشمس بالشوارع العامة وحتى بالمنزل. نعم يعني نوع النبات اللي يتحمل الظلال وتكون اكو ظلال له هو مو اي شيء ينزرع باي مكان يعني بنفس المكان. نعم بس احنا بس شوارع ما شاء الله الشمس يعني مو اكو هسه صارت اكو المولدات قاعد تعطيهم ظل يعني المولدات هاي يعني تقتل الزرع. أي. فبالتالي احنا هم لازم نهتم نعرف انه شنو النبات اللي ينزرع وين ينزرع واذا كان له نسبه الضوء اللي قاعد تجي له تكون مناسبه او لا. طبعا طبعا كل مكان هو الى اشجاره يعني احنا البنزينخانه اذا اشوف ده يزرعون بها اشجار ما يصير يزرعوها يعني تاخذ مثلا بها غاز بها يعني شلون زيوت فهاي ما يصير واحد يزرعها يم البنزينخانه. ثانيا الاشجار يعني هي موجوده النباتات بصوره عامه الاشجار كل هي توفر ظل اكيد لازم. نعم. يصير في مراعاه لهوايه تحذيرات تخص طبعا انتم لازم ما نزرع احنا مثلا بالمتنزهات الاشجار اللي بيها الاشواك شوكية لأن خوفا على الأطفال يعني ولدي أشوفها بالزوراء موجودة يعني نعم كلش خطرة يعني. المرشدة الزراعية نداء عبد الوهاب شكرا لوجودك اليوم ويانا وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها لنا. شكرا تواجدت نداء. مشاهدينا طبعا احنا اليوم نتكلم عن انه احنا موجودين 43 مليون نسمة، لذلك حاولوا انه حتى نص العدد يزرع فبالتالي احنا راح نحافظ على بيئة العراق واكيد نحسن من المناخ. مشاهدينا احنا مكملين معكم بباقي فقراتنا لكن فاصل ونرجعكم من بعده. أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة التواصل، راح نشوف شنو آخر الأخبار والفيديوهات اللي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.
مشاهدينا في أولى الأخبار، نجاح إضافي يضاف إلى رصيد العراق الرياضي، حيث حقق لاعب المنتخب الوطني للتجديف محمد رياض الخفاجي يوم أمس رقما قياسيا هو الأفضل في تاريخ العراق بعد أن تأهل إلى نصف نهائيات بطولة العالم المقامة في العاصمة الصربية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. تفوق محمد على لاعبي مجموعته من ألمانيا ونيوزيلندا وعلى المجموعات الأخرى من دول الدنمارك والمكسيك وتونس وفنلندا ومصر وأيضا النرويج وهنغاريا، وأن البطولة ستستمر لغاية 10 من الشهر الجاري بمشاركة ما يقارب 1000 رياضي يمثلون 74 دولة. صحيح، طبعا هذا كان الخبر الأول. خبرنا الثاني راح ننتقل إلى موضوع جدا مهم، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر هبوط مركبة دراغون الفضائية التي حملت على متنها مجموعة من رواد الفضاء من ضمنهم الإماراتي سلطان نيادي، بعدما ذهبوا إلى الفضاء في رحلة استكشافية قضوا فيها 6 أشهر. وطوال رحلته شارك سلطان عدد من المقاطع والصور، وطبعا هذا كان بهدف نشر العلم والمعرفة والوعي. وعلى حسب المعلومات المنشورة فإن سلطان نيادي سيخضع لفحص طبي وعناية بالغة تستمر لخ 45 يوما لنتأكد من سلامته. وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وأسهمت رحلته في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية من خلال جرائه لنحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات. نتابع الآن اللقطات الأولى لخروجه من المركبة. To the medical bay, the return to gravity can be pretty jarring on the human body, so we slide them down a little dragon fun slide, assist them into the wheeled chair, and roll them over to the medical bay. And just like that, the fourth crew member, 1 hour exactly on the nose since splashdown, has now egressed from Dragon Endeavor. ومن هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر. طبعا من اللحظات المهمة في حياة الزوجية لأنهم دائما هم يردون يوثقوها وتكون جدا مميزة هي لحظة الكشف عن نوع الجنين، وتختلف اليوم طرق المعرفة عما يسبق. راح نلاحظ أنه كل زوجين يجهزون أجواء احتفالية، طرق معينة لمعرفة إن كان مولودهم ذكر أو أنثى. لذلك من الصعب لو انتهت هذه اللحظات بكارثة إنسانية غير متوقعة مثل اللي راح تقولها إن آية. فعلا ديما، ففي المكسيك احتفل زوجين بمولدهما من خلال استئجار طائرة صغيرة حلقت فوق رؤوسهم ونثرت مسحوقا ورديا، لكن لحظات الفرح لم تدوم طويلا بعدما ارتطمت الطائرة بشجرة وسقطت سريعا، وعلى أثر الحادث فارق قائد الطائرة الحياة. تابع الفيديو. يعني صراحة مرات كل واحد يكون عادي مجرد كيكة نشوف اللون وردي أزرق بلونة بس يعني صراحة أمر محزن أنه يوصل الموضوع لهذا الشيء. طبعا من هذا الخبر هننتقل إلى خبر آخر، اضطرابات التغيير المناخي ما قاعد تنتهي، تواجه إسبانيا حاليا فيضانات شديدة ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت بشكل غير طبيعي، حيث أدت إلى توقف مباراة كرة القدم بين أتلتيكو مدريد وأشبيليا يوم الأحد الفائت، وحث السكان على البقاء في منازلهم. وهذه العاصفة التي اسمها دانا عرقلت سير الحياة اليومية في إسبانيا بشكل تام بعدما غرقت بسببها كثير من المركبات وانقطع من الأحياء السكنية التيار الكهربائي. وهذا الحدث المناخي القاسي ليس غريبا على إسبانيا، فهي تشهده تقريبا كل ما يمر عليها صيف حار، فتتطرف ظروفها الجوية بسرعة قوية وتسبب الكثير من الفوضى. نتابع الفيديو. Thank you.
خبرنا الفني في تواصل لفيلم أولاد حريم كريم للنجم المصري مصطفى قمر، إيرادات عالية جدا تخطت 1,200,000 جنيه خلال يومان فقط. النجاح اللي حققه خلال أيام عدة من عرضه في السينمات المختلفة، وعلى حسب تصريح الممثل فإن أحداث الفيلم تتحمل وجود جزء ثاني على الرغم من عدم اقتناع فريق العمل، لكنه أصر بالتعاون مع المخرج إلى أن انتهوا بتقديم عمل يليق بالعائلة العربية. نعم، ويذكر أن فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالا للجزء الأول الذي تم عرضه منذ 18 عاما، وتحديدا عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة. آية حركت الفيلم ما حد راح يشوف الأخبار وهاي. لا أكيد يعني أكيد الشرح ما يكون وافي لفيلم يعني مثل بس أخذنا الخط العريض مع الفيلم، يعني تقدروا أنتم تتابعونا مشاهدينا. طبعا هذا كان آخر خبر عندنا بتواصل، راح ننتقل إلى موضوع آخر. دراسات علمية كثيرة أثبتت وجود العلاقة اللي تربط بين الطعام والمزاج، وأن الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب. شنو اللي راح نتناوله أكيد راح يحدد شنو اللي راح يكون عليه مزاجنا وصحتنا. احنا نتكلم تحديدا النفسية، كيف تؤثر الأطعمة الجاهزة على أدمغتنا ومشاعرنا راح نعرف بفقرتنا القادمة. كثير من الناس يفضلون الوجبات السريعة على أكل البيت للأسف لأسباب عديدة. طبعا أولها الطعام اللذيذ والسرعة أيضا، لكن الجانب المظلم منها أنها وبنسبة كبيرة لا تحتوي على عناصر غذائية كافية تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات نظرا لمكوناتها وظروف تحضيرها، فيشعر الكثيرون بالخمول وربما حتى الحزن واحيانا السعاده اذا اكلوا اشياء يحبوها مثل السويت ديما. صحيح، والحلويات هنا المشكله حتى الجانك فود يعني بعدين هم يتعودون عليه. اذا هو الوعي بالمشكله هو الخطوه الاولى لحلها، لذلك راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا خبيره التغذيه العلاجيه دكتوره عذراء الشمري. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا بست عذراء. يعني اليوم احنا نتكلم عن موضوع احنا نعاني منه اساسا، يعني خدمتي بينا احنا يعني صراحه دائما الجانك فود والفاست فود والحلويات على مود آية ما تزعل احنا معتادين عليها، وفعليا مجرد انه احنا نترك فتره ما ناكل راح نحس انه اكو شيء غير، اكو احنا حتى مزاجنا غير. ويمكن اكبر دليل اللي يبتدون بالدايت اول اسبوع او اول ايام لا حد يحكي وياه، احنا معروف يعني ابو الدايت لا تحكون وياه. فخلينا نتكلم عن الارتباط بين الاكل والحلويات بشكل عام والاكل السريع بالمزاج. احنا هذا العلم نسميه علم النفس الغذائي. اكو ارتباط وثيق بين الامعاء والدماغ. يعني احنا من ناكل هاي الوجبات هي مو مجرد من نملي امعائنا حتى نسد الجوع اللي عندنا او نحس انه شبعنا او هيك شيء، لا، احنا هذا حيكون اساسا مسؤول عن مزاجيه الدماغ والشعور اللي حيحس به. لان عندنا مثلا هرمون الشبع وهرمون الجوع هو مرتبط ارتباط مباشر ما بين الامعاء والدماغ. وهرمون السعادة وهي هنا المشكلة أنه 90% من عنده من إفراز هذا الهرمون هو يكون من طريق عن طريق الجهاز الهضمي، وهي هاي الكارثة خصوصا بالسكريات اللي نعم. يتناولوها. صحيح. نعم، إذا أريد نسولف عن أنه الوجبات السريعة صحيح هي ممكن تنطي للشخص بعض من المشاعر ممكن السلبية أو حتى الخمول، هذه يعني فعلا المعلومه ممكن انه شوفي مثلا احنا مثلا تناول السكريات، من حنتناول السكريات حيصعد عندنا الجلوكوز بالجسم. من حيصعد عندنا الجلوكوز بالجسم حنحس بالمزاج الفرح والسعاده، هاي دائما تصير. بس يرجع ينزل حيرجع الشخص يحس باكتئاب بضوجه. ايش قد تطول هذه المشاعر؟ يعني حسب طبيعه الجسم. زين، بس يبدا الجسم يفقده. زين، اكو بعض الاطعمه ممكن تسبب ايضا نوع من انواع الخمول. يعني هي قلت لك انه مو لا الخمول لا، يعني احنا يمكن الكميه الكميات هي اللي تسبب الخمول او النشاط. طيب احنا نتكلم عن صراحه
النظام الغذائي الصحي والأكلات اللي ممكن الواحد يتبعها كنمط حياة صحية، حتى بالتمارين ممكن احنا نعوض يعني السكريات بفواكه تكون بها سكر عالي، بس حتى هاي المدربين ما يمنعونا منها احيانا، يعني كمياتها تكون هم مدروسة جدا. فلذلك احنا نتكلم حتى الغذاء الصحي لازم يكون كله مدروس بكميات بأمور معينة، ممكن هم تسبب. يمكن بالبداية اريد اخذ رأيك، بالبداية يمكن دايت قاعد يتخلص الجسم من السموم، فبالتالي راح نشوف المزاج يتعكر، ولكن هل مع الاستمرارية بنظام صحي راح تكون المزاج والبشرة والأمور ترجع تكون أفضل؟ هي يعني أنا دائما أربط أن قوة الإرادة هي المسؤولة عن هذا الشيء. مشكلة الشخص أنت من تروحين مقتنعة خلاص أنه أنا أريد أسوي دايت وأني أريد أنزل وزن، من حتكونين مقتنعة قناعة كاملة أكيد حتمشين على نمط صحيح. طبعاً أكيد مساعدة الخبير أو أخصائي صحيح. التغذية والكابتن مثلاً المسؤول عنها، وأهم شاء الله أنه حتاكلين على نظم على قد السعرات المحددة إليك. إن حتاكلين سعرات هواية أكيد حيزيد الوزن. صحيح. طبعاً أريد أسألك سؤال، أنت برأيك كون شنتي يعني اختصاص بهذا الموضوع، وأكيد حالات كثيرة مرت عليك، برأيك العراقيين نظام صحي حياة غير صحية ولا كله؟ إذا هم يأكلون الصبح باقل يعني إحنا كل شيء نعاني بالعراق من هذا الموضوع. عندنا ثقافة التغذية جداً هابطة، جداً تعبانة، بس حالياً بدت شوية الناس تستوعب. صحيح. يعني أنا عندي طفلة عمرها 7 سنوات عندها قوة إرادة أكثر من شاب عمره 25 سنة، بس هاي الطفله مجرد كانت مقتنعه وجايه انه تريد تنزل وزن. اي ممكن صحيح. هذا بسبب عامل السمنه اللي يكون مرتبط ب يعني العائله وغيرها من التفاصيل. وش قد مهم انه الاطفال يبلشون اهاليتهم ينتبهون عليهم على غذائهم وعلى الاشياء اللي هي ممكن تكون موجوده باطباقهم. وهل اللجوء للتخلص من السمنه بهذا العمر هو ممكن ايضا يكون حل؟ طبعاً أكيد، لأن إذا هم أعمارهم صغيرة هم يعانون من سمنة، حيكبرون إيش حيصير؟ دول حيكونون معرضين لأمراض مزمنة مبكرة، خصوصاً الضغط، السكر، يعني الأمراض المزمنة. طيب شنو الظروف اللي يعني الوجبات السريعة تفقد بيها يعني على الأقل شوية من كفاءتها الغذائية؟ لا مثل ما شوية حتفقد هواية. لأن طريقة الطهي مالتها أساساً الوجبات السريعة تكون معتمدة على السكريات والدهون والصوديوم وأحادي الصوديوم ومواد كيميائية. هذه كلها راح تسوي عندنا، راح تسوي عندنا زهايمر، حتسوي عندنا تجلطات، حتسوي عندنا ارتفاع بالسكر. بس هي المشكلة أنه هذه الأشياء ما تبلش بسنة ولا سنتين. لا أكيد، بس هي تبدي على المدى البعيد، بس تبدي من 10 أو 14 يوم، يعني تقريبا تبدي تسوي هاي الأمور بالجسم. فتخيلي كيف إحنا العمر كله على هذا المنوال. صحيح. طبعا أنا قبل شوية سألتك سؤال مهم أنه أنت برأيك هل هو يأكلون العراقيين أكل صحي أو لا؟ طبعا إحنا في العراق المطاعم كثيرة جدا، يمكن أبرز وسيلة للترفيه عن الناس يسويها الشخص هنا هو أنه يمكن يطلب أكل جاهز يستمتع به. ويمكن ثقافة الأكل الصحي تحتاج إلى أن واحد يأخذ دور وتكون لها وجود أكبر عما هي الآن. زميلتنا شكران فاضل سألت مجموعة من الناس عن تفضيلهم بين تناول الوجبات السريعة أو الصحية اللي معدة في البيت، فخلنا نشوف الاستطلاع. تعودنا ناكل خضروات، أنا عن نفسي أحب الأكلات السريعة طيبة، يعني تعودنا ناكل أكلات سريعة، يعني ما مجربين ناكل أكلات صحية. يعني ممكن بسبب الانشغال مثلا، يعني مثلا دورات أنا أكون بالعمل ما أقدر أروح أوصل للبيت وأسوي يعني طبخ خاص وأكل طبخ البيت وشي، فيعني أضطر ألجأ للمطاعم الأكل السريع. وأحيانا هي يعني واحد يعترف الفاست فود يكون يعني بالطعم ما طيب، بس هو بالمضار لا أكيد في مضار أكثر، لأن هم يعني ما يهتمون القضية الدهون والشي، يعني هاي التفاصيل اللي تكون بها مضرة. بس شوف أنا سوي أكل يعني بيدي، يعني الصبح أقعد أكو عندي أكل يعني نظام خاص، يعني الصبح أقعد مثلا أسوي بيض وجبن ويعني أضيف أفوكادو موز هيك أكل، يعني أنا أسوي الوجبة لنفسي. بس إذا يعني مرات مثلا ما عندي وقت أنا برا هذا أضطر أكل يعني هاي الوجبات السريعة. هو طيب بس مع ذلك أضراره هواي. الأكل الصحي إلى وقته والفاست فود إلى وقته، فأكيد أفضل الفاست فود. يعني
يعني هو دائما بالفوكس بوب ما اعرف ليش الشخص الاخير يعطي وجهه نظر كلش تكون حتميه. هو هم يختارون، هم يتم اختياره ترى، هم مصورين بس يتم اختيار. فالضيف الاخير طرح وجهه نظر، وجهه نظر مو طبيعيه. انه كل شيء له وقت، فود له وقت، والاكل الصحي له وقت، واكل البيت له وقت. يعني اكيد بايام العطل نوعا ما على الاقل الغداء يكون بالبيت. اوكي، خلينا نفسر هذه وجهة النظر. شوف احنا حجي وياه، اوكي لازم نوصل وياه، احنا نقدر نسوي هاي الطريقة، بس هم نبقى محافظين على السعرات المحدودة لنا. يعني مثلا اني اضطريت اليوم اكل برا، اني ما اريد اتجاوز ال 1500 سعرة، اكل على قد هاي الكمية. هتقولوا لي شلون نحسبها؟ هو ولو هي حسب مثلا لفة البرجر يمكن هي حتسد مال يوم كامل. فأنا أقدر مثلاً اضطريت أكل برا، أكل أشياء ما تكون بيها يعني دهون، ما تكون إنه كلش غنية بالسعرات الحرارية. مثلاً أكل مشاوي إذا أكون مضطرة، أكل شيء خفيف. إنه أسأل واسه ترى توفرت عندنا حتى مطاعم إنه هي مطاعم دايت، بس الناس مصرة إذا مو الأكل مليان دهن ما يأكلون. صحيح بعون. لا هو مو قصة، يمكن أي البعض يقول لك النكهة أو الطعم أو غيره، بس خلينا نتكلم اليوم أكل. بعض يمكن يسوي دايت ويحرم نفسه من الحلويات، ولكن يكون هناك أكو يوم اللي هو المفتوح، هذا يقضي فيه على كل التعب وكل الجهود ويرجع مرة ثانية كمان نقطة الصفر، لأنه راح يدخل يشبع جسمه بحلويات وسكريات ونشويات وغيرها، فبالتالي الجسم راح يكون متشبع. من يجي ثاني يوم نرجع إلى نقطة البداية. أنا كلش ضد هذا اليوم الفري أو اليوم المفتوح، لأن هذا حيخرب علينا نمط أسبوع كامل. أنت أسبوع كامل حارم نفسك، تجي بعدين يهجمون على نفسهم، حيرجع مثل ما قلت النقطة الصفر. زين أكل بعض يقول إحنا ما نقدر، لازم ناكل سويت، فإذا ما رح ناكله يوميا أقلها مرة بالأسبوع. أوكي مرة بالأسبوع، بس ما أكل بكميات كبيرة، أكل بكمية قليلة كلش. وأقدر يعني أقلل، مثلا أقلل من نسبة الغداء أو الريوق، اللي أكل كميات أقل. أكل سويت بس بنسبة كلش قليلة، مجرد ما أضوقه. إذا نبدل الحلويات بمثلا، إحنا دائما نسمع الدارك شوكليت، هل هذا شيء فعليا راح يكون أكو فرق؟ يعني أكو صح هواي أقل تكون. هو الوهم اللي يصير، وهم يعني الوجبات الدسمة اللي هي تسوي إشباع، إيش قد هذا الموضوع هو خاطئ، وهواي ناس تعتقد إنه لا أنا شبعت لأن أكو دسامة بالأكل. هو كل مجرد ما الإنسان هو يوهم نفسه. أنت هسه بينك وبين نفسك إذا تاكلين مثلا تقولين أنا لا بعد أنا ما شبعانة، أنا بعدني أريد أكل، حتبقين تاكلين، بس أنت لا، جسمك هو اكتفى، بس الوهم هو اللي مسيطر على الجسم. فدائما يقولون احنا ما نقدر، احنا ما نقدر. لا، هم لو يجربون يقدرون، هم حيقدرون. بالتالي طبعا احنا تقريبا وصلنا لختام الحوار، بس اريد اخذ منك معلومه هيك سريعه بالتغذيه. انت قلتي كل واحد لازم يعرف سعرات الحراريه، اكو قياس او نسبه او شيء معين، معادله نقدر نقول ينفذوها على مود يعرف كل شخص قد يحتاج لسعرات حراريه؟ شوفي احنا قبل كان عندنا معادله البي ام اي، هي معادله حسابيه نعرف طول والوزن ونقسمها، نعرف إيش كان إيش قد الام بودي يكون، يعني سوري البي ام اي إيش قد يكون للجسم، حنعرف السمنه إيش قد تكون. بس حاليا احنا جهاز الام بودي هو الاصح اللي يحدد لنا السعرات الموجوده عن طريقه الدهون الموجوده داخل الجسم، وهاي مستحيل نقدر نحسبها حساب يدوي. لان انا صراحه ليش ما سالتك، انا قاعده اشوف كثير قاعد يقولون انه تاخذ الوزن تطرح تضربه في 32 تطرح منه اي، فبالتالي هذا نريد نعرف انه هاي الاشياء الافضل والادق ان يكون اكو بيئه. هو جهاز الامبادي هو الادق بهذا الموضوع، نقدر عن طريقه نعرف. لان قبل كانت اكو شغله كلش قديمه، ان نقول لك انت لازم تكون وزنك اقل من طولك بكيلو كيلوين او هيك شيء، بس هسه هو اصلا ليش احنا نحتاج هذا الشيء؟ لان جسم الانسان من شخص لاخر يختلف. بالضبط. المياه اللي موجوده، نسبه العضل، كل هاي الامور هي تاثر. هو الصحيح انه تكون مو الوزن ايش قد والطول ايش قد، الصحيح تكون الكتله العضليه اعلى من الكتله الدهنيه. صحيح، هي لازم هنا نعرف عن طريق اساسا نوصل لقياس صحيح. خبيره التغذيه العلاجيه عذراء الشمري، شكرا لك. شكرا لك، اللي تواجدت شويه اليوم. شكرا جزيلا. مشاهدينا، من هذا الحديث الى حديث آخر، لكن بعد الفاصل اللي ممكن أن الكل يتمنى إيجاد العلاج للأمراض المستعصية والخبيثة، الله يبعدنا طبعا، لكن هذا التمني قد يتحقق بوجود ما يسمى بالخلايا الجذعية. ابقوا ويانا بعد الفاصل.
مرحبا بكم مشاهدينا. التطور في المجال العلمي والطبي فتح آفاق واسعة لعلاج الكثير من الأمراض، ومنها الأمراض المستعصية والخبيثة. وهناك دراسات طبية أثبتت وجود أنواع جديدة من العلاجات التي يمكن ابتكارها من خلال ما تسمى بالخلايا الجذعية. ربما يمكن الكثير لا يعرف هذا الشيء وشنو هو أصلا العلاج، أو وين ممكن إحنا نستخدمه، ومتى يتم استخدامه، وفي أي الحالات اللي إحنا لازم نستخدمه. كل هذا راح يكون موجود بحديثنا بفقرتنا القادمة. لا يزال يبحث العالم عن علاج لأبرز الأمراض الخطرة والمزمنة، ومنها السكري وضغط الدم، بالإضافة إلى السرطان والثلاسيميا. لكن وجود بعض العلماء وجدوا بعض العلماء علاجا لسرطان الدم من خلال الخلايا الجذعية. فما هي تلك الخلايا، وهل ستصنع العلاج المنتظر لأقوى الأمراض؟ راح نعرف تفاصيل أكثر مع خبير العلاج بالخلايا الجذعية الدكتور ثامر السعيدي. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، لما يعني يمر على بالنا الأمراض المستعصية اللي مثلها، أول شيء صراحة إحنا يجي على بالنا اللي هو الكانسر أو السرطان. بعض الأطباء بعدهم يفضلون لجوء مرضاهم، والناس تعتقد إنه العلاج الوحيد هو الكيميائي. العلاج بالكيمياوي، بجرع الكيمياوي. لكن اليوم احنا نسمع حديث عن العلاج بالخلايا الجذعية، يا ريت تشرح لنا تفاصيل عن هذا الموضوع. اوكي، مولاتي السرطانات بالانسان بكل مكان تقريبا، كل مكان جسمه، وكل مكان خصوصياته انه سرطان مالته يتعالج. صحيح. بينما الاساليب للسرطان، علاج السرطان التقليدية الموجودة حاليا على الارض هي ثلاثة: جراحة لإزالة الكتلة السرطانية، بعدين علاج بالكيميائيات للقضاء على كل الخلايا اللي ممكن تكون تسربت إلى مكانات أخرى، وعلاج بالأشعة بنفس السبب، أنه أي خلايا تتسرب للسيطرة بالإشعاع والكيمياء. فينا ثلاثة: جراحة، كيمياء، والأشعة. وأكو ناس يخضعون للاثنين، الجراحة والكيماوي أساسا. نعم. أكو ناس يخضعون للطريقتين، الجراحة مع الكيماوي، ممكن؟ جراح مع الكيميائي تعتمد على الدرجة. على الدرجة. السرطان قد ساري، قد ماشي. احنا عندنا 4 درجات بشكل عام. صحيح. فإذا بالدرجة الأولى يمكن بس جراحة، ويمكن بس جراحة وكيميائي، أو جراحة وأشعة. بالدرجة الثانية لا، يمكن 3 لازم يستعمل. طيب. بالدرجة الرابعة يعني يمكن ما نستعملها 1. صحيح. لأنه تولي. دكتور ثامر، احنا نتكلم عن التطور اليوم حتى بهذا المجال. صار أكو بعض الأبر اللي هي تعتبر أبر هرمونات وحبوب، هي تساعد أصلا بالقضاء، ولكن يمكن هاي تفيد الأشخاص اللي شوية عمرهم يكون متقدم، اللي ما يقدرون أنه هم يعني يكون هناك بعض الأشعة لهم، أو تعرضون إلى بعض الأشياء. من ضمن الطرق الحديثة اللي قاعد نتكلم عنها ولازم إحنا نتطرق لها اليوم، اللي هي موضوع الخلايا، وشنو هي أساساً الخلايا، وكيف هي أساساً تعتبر علاج مو فقط لهذا المرض ولكن لأمراض كثيرة. نعم. الخلايا الجذعية مولاتي تتأصل وياك، تنولد وياك. أول خلية تكونت في جسمك، في كيانك وكياني، هي خلية جذعية. نعم. تبدي تنشطر مباشرة، واحدة تصير 2، 2 يصيرون 4، 4 يصيرون 16. من الزرن 16 اكو فد ايحاء لهن، هذا ما نعرفه لحد الان. كل واحدة تتجه تسوي لها فد نظام، واحدة تسوي نظام القلب والاوعية الدموية، واحدة تسوي نظام الجهاز العصبي، واحدة تسوي جلد، واحدة تسوي عيون، وهكذا. بس هي طول الوقت بانشطار. فلأنها طول الوقت بانشطار، وجزء من عده يتخصص بين يسوي عيونه ويسوي إذانه ويسوي مخ، زين، أكو أختها الرديفة تنخزن. وين تنخزن؟ تنخزن في كل مكان في جسمك، بس مواقع الخزن اللي إحنا ممكن نستعملها بالعلاجات هي نخاع العظم والدم، مرات إذا صفي الدم نقدر نطلعها، بس أهمهم هو رواسب الدهون الذاتية بالجسم. أكبر خزين بالدهون الذاتية بالجسم. نعم. بحيث الخلايا الجذعية الموجودة بالنخاع العظم ما تتجاوز 3-4 مليون،
بينما في الدهون تتجاوز 100 مليون. انا فوار كبير دكتور تامر، اذا تحدثني عن، احنا اليوم نتكلم عن النخاع، واكل احنا نسمع كثير انه ياخذون من شخص لشخص محتاج، اريد اعرف شنو هي اليه العمل، يعني هي من تم اخذها، شلون يتم اخذها، من تصير بجسم المريض شلون راح يستقبلها، ما راح يكون هناك جسم يدافع عن الجسم الجديد اللي دخل، اريد اعرف الاليه وطرق العلاج. الاليه كالاتي، النخاع العظم بالذات عمليه مؤلمه فتحتاج الى تحرصات خاصه، بنج، اذا حتى الشخص اللي تم اخذ منه يكون له مواصفات معينه، صحيح يتم اختبارها قبل ما بشكل عام يعني، بس مو مهم يعني عادي، لانه احنا عندنا احنا اغلب العلاجات اللي تمت عن طريق نخاع العظم اللي هي علاجات امراض الدم بالذات بالعالم كله، هسه بدا الموضوع يتغير، لكن كانت كلها امراض دم، لوكيميا، ثالاسيميا، سكل سيل انيميا. عفوا انا قصدي يعني تم اخذه بناء انه هي تناسب المريض بناء على انه يكون اكو بعض، طبعا اكو ما يسموه لينيج. لينيج يعني ياخذ خط الدم، الخلايا اللي هي في صناعه الدم من طلع خلايا جذعيه من عندها، يبدو بالبدايه انها اكثر اهميه واقرب الى علاج الحاله، ولكن حاليا لا، اصبحت عامه اكثر. الدكتور ديما قبل قليل تحدثت انه يتم اخذها من شخص الى اخر، بما انه هي تكون موجوده يعني منذ نشاه الانسان، ليش ممكن هو يتم التبرع بها او ممكن شخص لاخر ياخذها؟ موضوع التبرع اتصور خارج نطاق هذه الحلقه اليوم. التبرع هو انا بس بدي اعرف ليش اساسا عندك لوكيميا، عندك مريض عنده لوكيميا، اغلب اصابته قاتله تقريبا، وكل خلايا مصابه، ما تقدر تاخذها من عنده وترجع له هي نفسها، فتضطر في حالات كثيره اهل اللوكيميا بالذات تاخذ قريب لهم او ماتش تيشو ماتشنج، يسووا له فحص متجانس او متطابق مع شخص اخر، على الاغلب واحد من اقاربه، زين يعني بعدين يتلفون كل خلايا الدمويه وينطوا جديده اللي ماخذينها جديده. هذا الشيء ما بس هذا حاليا مطبق بس في مراكز خاصه اللي تعالج سرطانات الدم والثلاسيميا وشكل سرطاني. دكتور تامر، انا كنت قبل ما يصير هذا الحوار صار في سيرش وبحثت عن الموضوع صراحه، بس كان شفت اكو الطب التجديدي والاستنساخ العلاجي، ما فهمت شنو هذيله، واريد ان حضرتك تفهمني اياهم صراحه، لان القراءه انا قريت الموضوع ولكن هالنقطتين صراحه استوقفوني. مهمة الخلايا الجذعية هو التجديد. احنا عشنا 200 سنة الأخيرة في الطبابة نشتغل على أساس ردود الفعل، واحد عنده وجع رأس أو حبايتين ندور له علاج، لقينا أنه العشبة مال شجرة الصفصاف اللي هي الأسبرين تساعده وضيعنا وجع الرأس مالته. هذه كلها كانت ردود فعل لما يحدث للإنسان، بينما العلاج التجديدي خلق الخلايا من أول وجديد. فمن عندك مفصل تلفان، انا ما دام اعطيك اسبرين ولا دام اعطيك مهدئات للوجع، مو مسكن، هو احطها بال اسمه خلال فتره من الزمن تبدي تنتج الخلايا، تقوم شلون البنه يرص طابوق. زين دكتور تامر، ترص خلايا، قلت راح اخلي، هي تحتاج جلسه واحده ولا جلسات الموضوع ولا كيف؟ هذا الواقع انه يتعالج، لكن كل لشه مع القم نكره، يعني كل مرض الى جلساته والى متابعته اشياء كلش مهم، وعلى اساس المتابعه وعلى اساس الريسبونس اللي هو رد فعل جسم البني ادم ذاك، زين ممكن يصير جلسه يوم ثلاثه. نعم دكتور، نسبه دكتور نسبه نجاح العلاج بالخلايا الجذعيه ايش قد بدها تتوقعوها انتم بشكل عام كاشخاص تعملون بهذا الموضوع، ايش قد نسبه نجاحها مقارنه مع العلاج بالكيماوي؟ ايش قد بالكيماوي؟ ماكو وجهه نظر، ما يعني ماكو تقارب وجهه نظر. الكيمياوي ما يعني دواء قاتل لكل الخلايا، من ضمنها خلايا السرطانيه الموجوده، بينما الخلايا الجذعيه خلايا تجديديه، ماكو دكتور اختلاف يعني بيناتهم. وتجي النسبه اجين، اذا اكو فد شغله صغيره هل قدها اقدر انطيش نسبه 80 85 90% تنجح، لكن اذا فد
اذا الشق كبير والرقعه صغيره شغل صحيح. ف يعني تهافتكم على الارقام ايش قد النسبه غيروها الله يخليكم لانه مو واقعي. احنا شو يا بني ادم لو عندي ماكينه وبدل البراغي مالتها انطيش نسبه 100%. دكتور انا حتى مو... الناس تعرف ايش قد ممكن انه هذا الموضوع صعبة. هو صعبة. ينجح أكو كثير من الامراض اقدر انطيش رينج اقدر اقول ايش بين 30 الى 80% صحيح بذاك المرض بالذات بذاك الانسان بالذات. نعم اذا هي تختلف من شخص لاخر ومن حاله لاخرى من شخص نعم. الى اخر هذا اللي يرد. دكتور تامر انت ذكرت يمكن توصل الجلسات الى 10. نعم توصل الجلسات يعني ياخذ الزرع عدد الجلسات الجرع توصل الى 10 احتمال في بعض الحالات ككميه يعني ثلاثه قلت لي لا انا قاعد اتكلم عن ممكن تكون هوايه فبالتالي اكو سؤال اجى ببالي احنا نعرف انه يصير اكو مثلا للحفاظ على الخلايا الجذعيه هل التجميد يحافظ عليها؟ التجميد اي تجميد احسنتي ولو همينا هذا الموضوع هذا المكان مو مناسب مولاتي اكو ما يسمى ببنوك التجميد وهي عالميه ومنتشره وموجوده هذه تحافظ على الخلايا الجذعيه اللي ما اخذتها انت نعم. انت بدرجه 190 تحت الصفر يستعملوا شيء اسمه ليكويد نيتروجين نيتروجين السائل هذا درجه حرارته جو درجه حرارته 190 تحت الصفر فهذا يحافظ لك على الخلايا اللي انت نعم. ما اخذتها 10 سنين 20 سنة 50 سنة 100 سنة تبقى مثل ما هي شو وقت ما تريدين ثورت يعني تموعيها قاطع الله تشتغلين بها حلو طيب يعني أكيد إحنا نتكلم اليوم عن هذا علم بحد ذاته ويدخل بي كثير من ال... وصراحة نتوقع أنه راح تكون عليه الأضواء هي أردي مسلطة ولكن راح يكون بالمستقبل تسليط أكثر كون أنه هو مو مسكن مثل ما أنت ذكرت هو حلول وراح تكون حلول جدا حلول جذرية صحيح نعم. طبعا إحنا أكيد نشكرك الدكتور ثامر السعيد يتواجدك معنا ولهذه المعلومات شكرا لك شكرا جزيلا لك دكتور شكرا مشاهدينا بهذا الحديث أكيد نتمنى لكم الصحة والعافية هذا حديثنا أكيد هو مو بشكل مخصص لشخص واحد الحالات تختلف النسب تختلف الأفراد بطبيعة يعني مرضهم تختلف من شخص إلى آخر لذلك هذا اليوم الموضوع هو فقط للتوعية نعم مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباحكم أما الآن نترككم مع بقية برامج اليو تي في ومن صباحكم نقول لكم في أمان الله مع السلامة